تينسي وين لهنا دو فولكي الخير مساء الخير مرة أخرى أيت مع عمران ناشطين واش فرحانين يسعد الله لمزيغ الغدوي مرحبا بكم كنرحبوا بكم دائما معنا في النسخة الخامسة لموسم أكناري يعني لحظات ساعات قبل ما نختم معكم فعالية هذه النسخة اللي ساهمت في النجاح ديالها مرة أخرى جمعية إفني مبادرات بشراكة وبدعم من عملة إقليم سيدي إفني وشراكة مع المجلس الإقليمي وجماعة سيدي إفني والشركاء ديالها كنبغيو نشكروا مرة أخرى الناس اللي ساهموا ماديا ومعنويا في سبيل إنجاح التدور وكنشكركم أنتم الجمهور اللي طيلة الأسبوع كتساندوا فقرات المهرجان وكتساهموا معنا مرة أخرى في نجاح النسخة الخامسة بعد الكوميديا وبعد الوان مان شو وبعد يعني لقاء مع نجم المسرح والتلفزيون المغربي جواد الساحل مرة أخرى غنتلاقاو أعزائي عزتي مع يعني نجمة من نجوم الأغنية الأمازيغية بدون منازع هي فنانة محبوبة فنانة عطت شيء الكثير للأغنية الأمازيغية واحتلت الصدارة يعني في الحضور ديالها في كل التدورات والمهرجانات يعني الجهوية والوطنية الفيديو كليبات ديالها أيضا أصبحت يعني تحظى بمشاهدات كبيرة واليوم جات لمنطقة إيت مع عمران وجات لمدينة إفني في خضم الجولة ديالها الفنية وجابت لكم يعني باقة من أروع وأجمل الأغاني الأمازيغية يتمدي سمار هذا ونستخدم غيلا نسبرك غماس نيت بعمر الديفني غماس نسود التي سموس يتنازورت لباري عزان دارو قدود غوغنس ولاغ برانت مازيرت تنازورتا دار السليد مرسليد ميموري جنس سيفي نزن غراديو لاغ تلفزيون تشكاد غصاد سيت بعمر إذن لنستقبل أعزاء عزتي يتمدي سمار مدام مدموزي ميسيو نستقبلو تحت تصفيقاتكم نجمة الأغنية الأمازيغية ومتابة حال الفنان المحبوبة والمتألقة والمبدعة والموهوبة الفنانة كلثوم دمازيغت تحت صفيقتكم يتسع في عدين يا خي موبي كيش نديدنا اوكي صافي يلا